مناخ مصر كان كل سنه مش زي اي سنه، يعني السنه اللي فاتت كان حاجه والسنه دي حاجه تانية. الجو مش عارف ازاي كل مره الجو بقى ساقع قوي الصراحه، بقى يعني غير الشتاء اللي فات خالص. الجو حلو بصراحه مش وحش. الشتاء غير جامد بصراحه عن كل سنه. يعني احنا احسن من غيرنا، احنا احسن من غيرنا كتير، بره تليج ونطر وعراعد لكن هنا احسن من غيرنا كتير برضه. والله انا في شبوره من الشتاء مش شايف. لا هو هايل بصراحه، يعني انا جاي من السعوديه فده بالنسبه لي كده عظمه. الجو متغير فعلا، يعني بقاله كذا سنه، السنه دي بالذات الجو بارد جدا. الناس كلها نازله يعني بطانيات وبتاع، يعني انا رابع واحد لابس بطانيه النهارده. السنه دي الجو طبعا شتاء شديده شويه عن السنه اللي فاتت. انا شايفه ان في التعليم لازم نغيرها، ان مصر جوها متنوع، او نبتدي نحط لها المصطلحات المناسبه ليها. لكن دافئ ده الاولاد نفسها دلوقتي بقت مدركه ده، وبتحب قوي تعلق وتتريق على الكلمه دي. بنتاثر تملي بالمنخفضات والمرتفعات والكلام ده في الصيف وفي الشتاء. الجو مبلول جدا. الجو ممطر. خلينا نقول يعني قارس البروده شتاء، قاسي صيفا. دي عوامل طبيعيه ما حدش يقدر يغيرها، هي دي فعلا مصر دافيه عن دول العالم كلها، يعني ادفى بلد في العالم هي مصر. درجات الحراره بقت عاليه جدا مخالف للسنين اللي فاتت، فيعني ما اعتقدش ان الكلام اللي في كتب هو اللي على ارض الواقع دلوقتي. يعني بارد شديد البروده ممطر، شديد البروده ممطر، هو ده الوضع. اللي شديد البروده شتاء وامطار، وفي الصيف الجو معتدل. المصريين طيبين بجد وناس لطيفة، يعني انتم شايفين كمية البرد وخلاص، هم بقوا معرفين انه زي ما قالوا شديد البرودة. وشفتوا على فكرة فكرة الناس اللي بتحط بطانية في الشارع دي بقت موجودة كتير، يعني بنشوفها كتير طول الوقت.